حاملا رسالة من أمير قطر إلى الرئيس الروسي، رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في موسكو في زيارة عمل ليومين. فخامة الرئيس، اسمحوا لي هذا اليوم أتيكم حاملا رسالة من سيدي صاحب السمو تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما. يستقبله بوتين مؤكدا أن أفاقا واعدة تنتظر العلاقات الروسية القطرية، وأن تفاهم البلدين في مجال الطاقة ضروري لاستقرار هذا السوق الهام. هناك إمكانات نمو قوية وغير مستغلة بين بلدينا. نتوقع أن تضع اللجنة الحكومية المشتركة مقترحات فعالة لتنفيذها. من جانبنا يرأسها السيد نوفاك، وهو على علم بجميع الخطط الروسية القطرية بهذا الشأن. جهود تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي كانت محور محادثات رئيس الوزراء القطري مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، والهدف تعزيز العلاقات الروسية القطرية بالتركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة. ويرى مراقبون أن الحرب في أوكرانيا بعد أكثر من عام على اندلاعها لم تلقي بظلالها على اتصالات موسكو والدوحة، فروسيا تتعاطى باحترام مع دعوات قطر لحل سياسي للصراع الروسي الأوكراني. لم تؤثر الأزمة الأوكرانية بأي شكل على العلاقات بين روسيا وقطر، ونرى أن دعوة رئيس الوزراء القطري لحل الأزمة الأوكرانية بالاحتكام إلى ميثاق الأمم المتحدة هي دعوة صائبة، وروسيا نفسها مستعدة للتفاوض، غير أن الجانب الأوكراني هو الرافض لذلك. احتفاظ قطر وروسيا بمستوى طبيعي من العلاقات الثنائية الصحية يصب في مصلحة البلدين، خاصة في ظل وجود مساحات من التفاهم السياسي في سياق جهودهما الدبلوماسية تجاه قضايا المنطقة، فضلا عن دعمهما للتجارة الثنائية والاستثمار. تتطور علاقات موسكو بالدوحة وفق إطار يحكمه مبدأ المنفعة المتبادلة، وركيزته الأساسية احترام المصالح. فموضوعات محادثات رئيس الوزراء القطري مع المسؤولين الروس تدل على تغليب البلدين لصوت البراغماتية والمصالح المشتركة في إدارة ملفات علاقاتهم الثنائية والإقليمية. سعد خلف، التلفزيون العربي،